اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب. مرة اخرى كنجيب لكم واحد التطبيق للناس اللي باغيين يزيدوا عدد الاعجابات المنشورات ديالهم على الفيسبوك، سواء على الصفحة الشخصية او على الصفحة ديالك. اولا الاخوان، ما تنسوش تشتركوا في القناة ديالي وتخليوا لي واحد اعجاب وواحد تعليق مشجع باش نبقى نزيد لكم، باش نبقى مرة نروح بحال هاد الافكار. اولا اخواني، غادي نجيو لهاد التطبيق اللي غادي نخلي لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو. كندخلوا التطبيق، هذه هي الواجهة ديال التطبيق. كتسجل بالفيسبوك ديالك، كتدخل الايميل ديالك والكلمة ديال السر، بعد ما كتدخل الايميل وكلمة السر كتكليكي على تسجيل الدخول. هو الان دخل التطبيق، غادي نديرو متابعة. كما كتشوفوا التطبيق هكا كيكون. من غادي تبغي تزيد الاعجابات لشي منشور كتكليكي على هاد الايقونة البرتقالية. دابا غادي نمشيو للفيسبوك، نختارو اي منشور بغيناه من المنشورات ديالنا، غادي نديرو نسخ الرابط. هي الصفحة ديالي على الفيسبوك، نجيو مثلا لهذا المنشور اللي فيه 216 اعجاب، غادي نزيدو له 50 اعجاب. نكليكو هنا حدا على ثلاثة ديال النقاط، غادي نديرو نسخ الرابط. من بعد غادي نرجعو للتطبيق، غنجيو هنايا للتطبيق وغادي نحطو الرابط ديالنا، نديرو له لاصق. كنختارو شنو بغينا، واش لايك ولا جادو ولا اي حاجة بغيناها. انا غادي ندير لايك. غادي تكليكي هنايا انا لست برنامج روبوت، باش يعرف بلي انت ماشي برنامج ديال روبوت. غتختار الصور اللي كيقولك درجات بخارية، تكليكي كاع على هاد الصور اللي فيهم درجة نارية للتحقق. والآن غادي نكليكيو على هاد الأيقونة الحمراء، غنستناو التطبيق يقوم بالعمل ديالو. ومن بعد غادي نرجعو للصفحة ديالنا على الفيسبوك ونلاحظو المنشور اللي تزادو ليه 50 لايك. التطبيق كيحتاج بعض الثواني، ومن بعد غادي هاو كيما كتشوفوا عطى لينا 51 لايك. غنرجعو للمنشور ديالنا في الفيسبوك، نديرو التحديث. كيما كتشوفوا الاخوان، انتقل المنشور حتى ل 267 اعجاب. كما قلت لكم الاخوان، الى عجب لكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي واحد التعليق مشجع، وما تنساوش اللايك واشتراك وتفعيل الجرس.